وكمان لو في اخبار مهمه بتهم كل الساده المشاهدين سواء في ثلاث دوريات الايطالي او الاسباني او الانجليزي. وهنبدا معاكم في تصريح قوي عن بيكيه ورايه عن زلاتان ابراهيموفيتش. طبعا بيكيه معروف انه دايما عنده تصريحات قويه وعنده يعني بيكون دايما مثير للجدل زي ما زلاتان وهو ايضا مثير للجدل. بيكيه ايضا هو مثير للجدل فبيقول عن رايه في زلاتان ابراهيموفيتش رجل يحب المال اكثر من اي شخص على الارض. شيء طبيعي طبعا ان لعيبه كره القدم اكيد يفضلوا يعني في بعض الاوقات مش في كل الاوقات ان هم يفضلوا الاموال عن امور ثانيه كتير، لكن تحديدا زلاتان ابراهيموفيتش ولما تم اخذ بيكيه عن رايه في باقي اللاعبين قال تحديدا ان زلاتان بيحب الفلوس اكثر من اي شخص موجود على وجه الكره الارضيه. نيمار وطبعا نيمار احنا عارفين نجم كبير جدا لكنه حاليا بيمر بفتره صعبه وهي فتره الاصابه وابتعاده عن فريق باريس سان جيرمان. لكن نيمار لما سالوه عن رايك في مشاهدات مباريات كره القدم وهي وما هي الهوايات اللي بتفضلها خارج المستطيل الاخضر قال انا شخص لا احب مشاهده كره القدم كثيرا وافضل مشاهده كره السله. طبعا نيمار يعني مش نيمار بس معظم لاعبي فريق كره القدم او معظم لاعبي كره القدم بالمناسبه مش بيحبوا يتفرجوا على ماتشات كوره كتير لكنهم بيحبوا دايما ان هم يفصلوا ما بين كره القدم اللي بيمارسها واللي بيكون شغله وفي نفس الوقت ما بين رياضات ثانيه ممكن تخليهم يحسوا باحساس افضل علشان يتشوقوا اكتر لما يرجعوا تاني الى التدريبات او يلعبوا المباريات. صحيفة بيلد الألمانية ومونشن جلادباخ يحدد سعر ثورجن هازارد ب 40 مليون يورو. طبعا ثورجن هازارد هو أخو إيدن هازارد لاعب نادي تشيلسي وبالتالي بعد تألق ثورجن مع المنتخب ومع نادي مونشن جلادباخ خلاص تم تحديد سعره للأندية اللي عايزة تتعاقد مع ثورجن هازارد ب 40 مليون يورو. طبعا 40 و50 بقت مبالغ عادية جدا في عالم كرة القدم. هنسمع عن أرقام في الصيف القادم على مسؤوليتي تتخطى ال 150 مليون يورو أو ال 200 مليون يورو في صفقات زي هاري كين وخلافه بالتعاقدات القوية اللي هتكون الموسم القادم. بوجبا وكالعادة بوجبا طبعا لاعب جميل جدا ولاعب كلنا بنحب نتفرج عليه. ده من طبعا عربية بوجبا الخاصة ويوم الجمعة كان جاي في صورة الحرم المكي زي ما حضراتكم شايفين كاتب على حسابه الشخصي من على انستجرام جمعة مباركة. مش حاجة طبعا غريبة على بوجبا اللي كل طبعا سواء بقراءة الفاتحة قبل بداية المباراة أو حتى سجدة الشكر اللي بيكون بعد معظم الأهداف أو كمان كل جمعة لما يعني بيصبح على المشاهدين أو متابعينه على السوشيال ميديا سواء تويتر أو انستجرام أو فيسبوك بالجمعة المباركة وبالصورة اللي حضراتكم شايفينها من الحرم المكي. ساديو ماني تصريح حلو جدا 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 ويعني بصراحة اتكلم فيه بكل صراحة. قال أنا لا أشرب الكحوليات ووالدي لازال إمام المسجد في قريتنا بالسنغال. وآخر حاجة قال إن والده لسه بيعنفه بشدة بسبب قصة الشعر اللي بتكون يعني بالنسبة له مش على الطريقة الإسلامية اللي هو شايفها. ده كان كلام ساديو ماني النهاردة وبالتالي يعني بيتكلم في لعيب عنده حوالي 25 26 سنة. فتخيلوا حضراتكم لما يكون لعيب كرة قدم وبيقول بكل صراحة أنا لسه والدي يعني بيزعق لي على قصة شعري أو بيعنفني وبيقول لي خلاص كفاية يعني غير التسريحة اللي أنت عاملها دي علشان مش ماشية مع العادات والتقاليد بتاعتنا. وكمان والده هو إمام المسجد في القرية الصغيرة اللي نشأ منها ساديو ماني في السنغال وأيضا قال أنا لا أشرب الكحوليات وبالتالي ساديو ماني دي صورة ليه وهو ساجد للمولى عز وجل بعد إحرازه هدف من الأهداف اللي بيحققها مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي. نادي توتنهام وإيفرتون الإنجليزي ينافسان الإنتر لضم مالكوم. هنشوف بقى مالكوم هيكون موجود فين، هل في نادي إنتر ولا توتنهام ولا إيفرتون. دايما اللي عندي كده عرف في كرة القدم إن اللعيبة اللي بيكون عليها ضجة كبيرة جدا وهي يعني ممكن ما تكونش مستاهلة الضجة الكبيرة دي في الآخر بينتهي بيها الحال إلى الانطفاء، يعني ما بيكونش ليها مستقبل كبير ولا بيكون ليها طبعا صدى اعلامي كبير. وهنفتكر وهناخد على سبيل المثال جوميز اللي كان بيلعب في صفوف نادي برشلونه الموسم الماضي لما اتخانق ما بين الريال وبين برشلونه حصلت خناقه كبيره جدا وفي الاخر راح برشلونه لكنه ما شاركش بصفه منتظمه وكان كل ما بيشارك بيتسبب في كارثه كبيره لنادي برشلونه في الاخر انتهى بالمطاف لنادي ايفرتون الانجليزي. لكن توتنهام وايفرتون وانتر في منافسه شرسه على التعاقد مع البرازيلي مالكوم.
مالكم موهبة كبيرة طبعا ما فيش شك، لكن طبعا لما الموهبة تاخد أكبر من حجمها بينتهي بها الحال إلى زي ما حضراتكم تابعتم في كرة القدم. فين أدريانو كمان من عالم كرة القدم لحد دلوقتي؟ أدريان رابيو اقترب من الانضمام لفريق ريال مدريد. رابيو بعد ما سمعنا أخبار على أنه خلاص انتقل لصفوف نادي برشلونة وأنه رفض التجديد لنادي فريق سان جيرمان، الوقت اللي رابيو فريق فريق سان جيرمان جمده وحرمه من المشاركة في المباريات. ريال مدريد بيدخل في صراع مع اللاعب وسط الملعب لفريق سان جيرمان، وبالتالي رابيو بيقترب بشدة من الانتقال إلى فريق ريال مدريد. فريق سان جيرمان على بعد خطوات من تجديد عقد بوفون. بوفون طبعا ما فيش شك ان هو كان احد اسباب او من الاسباب او العوامل اللي خرجت فريق سان جيرمان من بطوله دوري الابطال بسبب خطا في مباراه مانشستر وفريق سان جيرمان. لكن بوفون حارس كبير جدا جدا جدا، مين يقدر يتكلم على بوفون بشكل سلبي؟ هو ده حال كره القدم وحال كل الحراس الكبار او اللعيبه الكبار، دايما بيكون فيها فوات، دايما بيكون فيه غلطات. لكن بوفون على بعد خطوات من التجديد لموسم اخر مع فريق سان جيرمان، وايضا بيكون عنده فرصه اخرى للمنافسه على لقب دوري الابطال مع الفريق الفرنسي. يوناي امري يسعى لضم امتيتي الصيف المقبل. يوناي امري المدير الفني الحالي لفريق ارسنال بيحاول ترميم دفاعه، ايضا بيسعى جاهدا لضم امتيتي اللاعب الفرنسي لاعب نادي برشلونه وبطل العالم مع فرنسا في النسخه الاخيره من كاس العالم لتدعيم صفوف نادي ارسنال الانجليزي. تعال نروح بقى لاخبار اخرى ونتكلم عليها يعني تفصيليا شويه، ونبدا معاكم بخبر لرونالدو يستعين بوكاله ناسا للتعافي من الاصابه. طبعا صحيفه كوريرو ديلي سبورت الايطاليه الرياضيه قالت ان احد اسرار كريستيانو رونالدو اللي يسابق الزمن للتعافي من الاصابه اللي لحقت به في اخر مباراه دوليه امام منتخب صربيا يوم الاثنين، قال ان رونالدو يخوض مرانا خاصا على جهاز صممته اداره الطيران والفضاء الامريكي ناسا. يعني تخيلوا حضراتكم ان من كتر اللاعب عنده الفاشن او عنده يعني حب الملعب وحب انه يكون موجود ومتواجد في ارضيه الملعب وينافس مع فريقه بيعمل المستحيل وبيستعين في بيتمرن على جهاز يعني خصيصا وتصمم من وكاله الطيران والفضاء الامريكي ناسا. قال ان الجهاز ده بيسمح لرونالدو بالتدريب في غياب الجاذبيه الارضيه، ورونالدو حصل على الجهاز ده لما كان بيلعب في صفوف نادي ريال مدريد الاسباني. هو جهاز يشبه التريد ميل بيسمح باداء التدريبات في ضغط جوي منخفض، طبعا ده بيقلل وزن الجسم لتصل النسبه الى 80%. اللاعب مش بيحس بوزنه علشان يجري على تريد ميل في عدم وجود جاذبيه ارضيه. طيب نجوم كرة القدم يختاروا الأفضل ما بين ميسي ومارادونا، وده كان على صحيفة ماركا الأسبانية. طبعا أسماء مشاهير اعتبروا مارادونا أفضل من ميسي وعلقوا قال الأسباب اللي دفعتهم للاعتقاد بتلك الأفضلية. طبعا ما بين المشاهير اللي اختاروا مارادونا عن ميسي، طبعا زيكو النجم البرازيلي واللي كان أكد أن مارادونا مارس الكرة على مستوى أكثر صعوبة وتنافسية، وطبعا حقق العديد من الانجازات لصالح منتخب بلده، ان هو حصل مع الارجنتين ببطوله كاس العالم وايضا تالق معاهم في منافسات اخرى. طبعا بيليه قال ان مارادونا يمثل لي بالنسبه له افضل لاعب في العالم وهو افضل بكثير من ميسي. باتيستوتا ايضا قال ان مارادونا افضل من ميسي، وقال مارادونا هو من وضع الارجنتين على خريطه كره القدم بعد التتويج ببطوله كاس العالم سنه 86، وقال ان مارادونا بيتمتع بكاريزما اكبر من ميسي. روماريو قال ان مارادونا بيتفوق على ميسي بفضل ما حققه للارجنتين، وايضا البرتغالي لويس فيجو قال ان مارادونا الافضل في تاريخ كره القدم، ويعني ايضا ريكيلمي، مين بقى ينسى ريكيلمي وحركات ريكيلمي، قال ان مارادونا لاعب فريد من نوعه وهو بالنسبه له افضل او الافضل في التاريخ، وقال ان الواحد كبر وهو بيشاهد هذا اللاعب وكان دايما بيشعرنا بالسعاده. وزلاتان ابراهيموفيتش قال مارادونا فاز بكاس العالم وبالنسبه له ايضا هو الافضل، لكن كمان ابراهيموفيتش ما رضاش يزعل ميسي وقال وميسي ايضا حقق انجازات كرويه اكتر منه، لكن طبعا الاثنين لعيبه كبار. يعني معانا لعيبه كتيره جدا، طبعا يعني بنتكلم على سيرجيو راموس وداني الفيس طبعا اللي اختار ان ميسي الافضل. ديل بوسكي قال ان ميسي بيتمتع بموهبه
وهو الأفضل في التاريخ. أليكس فيركسون قال إن ميسي هو الأفضل. هازارد قال إن الاثنين طبعا لعيبة كبار جدا وميسي هو بالنسبة له اللاعب المفضل. إنيستا قال إن ميسي طبعا بالنسبة له يعني مين يشهد لميسي غير إنيستا. تشافي هرنانديز قال ميسي طبعا هو الأفضل. ديفيد طبعا فيا قال إن عدم فوز ميسي بكأس العالم ده ما يمنعوش إنه يكون أفضل لاعب في العالم. طب قلنا شوية في خبر ميسي ومارادونا، لكن كان لابد خبر نحن نقف عنده ونتكلم عليه باستفاضة كبيرة شوية. نيمار يصف طبعا امبابي بالظاهرة. نيمار قال إن هو معجب بشكل كبير جدا بامبابي واللي بيتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي، وقال إن عنده قدرات فنية لا أحد يمتلكها في الوقت الحالي، ووصفه كمان بالظاهرة. ونقلت صحيفة ماركا عن نيمار في طبعا كلامه على مبابي وقال بالنسبة له هو الآن الظاهرة. طبعا ده بيلفت إلى أن أمام النجم الفرنسي الشاب الكثير ليتعلمه والخبرات ليكتسبها. وأضاف نجم برشلونة السابق قال إن يمكن أن يصبح مبابي أفضل مما هو عليه الآن. ليس لدي أدنى شك في أنه سيصبح واحد من أكبر الأسماء الموجودة في كرة القدم العالمية. زي ما احنا قلنا خبر في البداية أن زيدان يضع كوليبالي على راداره الخاص، وأن استقال زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد في حالة تعاقد نادي ريال مدريد مع مدافع هيكون هو طبعا كاليدو كوليبالي اللاعب السنغالي اللاعب اللي بيلعب في صفوف نادي نابولي، وهتصل قيمة الصفقة إلى 70 مليون يورو. وكمان في حالة أيضا مغادرة فاران هيكون الخيار الأول والوحيد بالنسبة لفريق ريال مدريد في الفترة القادمة. الترجي التونسي ورجاء المغربي يبحثان عن لقب السوبر الافريقي الثاني. الترجي التونسي طبعا في مباراه الساعه 6 بتوقيت القاهره ما بين الترجي التونسي بطل دوري الابطال ورجاء المغربي بطل كاس الاتحاد، بيسعوا الاثنين الى التتويج بلقب كاس السوبر الافريقي للمره الثانيه في تاريخ الفرقتين. هيلتقوا النهارده ان شاء الله في الدوحه، وهي المره الاولى اللي بيتلعب فيها السوبر الافريقي خارج القاره السمراء. الترجي حقق اللقب سنه 95 لما تغلب على موتيمبا امبيبي الكونغولي الديمقراطي 3-0 في الاسكندريه، وطبعا ده بعد ما فاز بلقبه الاول في بطوله دوري الابطال على حساب الزمالك ورجاء البيضاوي لما فاز باللقب عام 2000 على حساب افريكا سبور الايفواري بعد الفوز عليه 2-0 في الدار البيضاء. طبعا الترجي التونسي بطل دوري الابطال 3 مرات 94 و2011 و2018، والرجاء المتوج 3 مرات 89 و97 و99. تيم كاهل اخيرا يعلن اعتزاله كره القدم. طبعا الهداف الدولي الاسترالي اعلن انه طبعا خلاص اعتزل كره القدم عن 39 سنه، سجل 50 هدف في 108 مباراه دوليه وشارك في كاس العالم 4 مرات، ما جددش عقده بعد ختام الموسم الحالي من الدوري الهندي اللي بيلعب فيه من سبتمبر الماضي، وبالتالي طبعا اللاعب خلاص بيعلن اعتزاله كرة القدم رسميا. خبر هيجوين يعتزل اللاعب الدولي. هيجوين طبعا على شبكة فوكس سبورتس قال ان مشواره الكروي الدولي انتهى مع المنتخب، وقال ان انا هتابع الامور الان من خارج لكي يرتاح الكثيرون. طبعا طيب تعالوا نروح سريعا لمكالمة مهمة جدا مع واحد من نجوم الكرة التونسية، واحد من النجوم اللي كنا نستمتع بيهم، هو الكابتن راضي الجعايدة. كابتن راضي برحب بحضرتك. سلام، مرحبا بك. كويس، أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ عسلامة.